أطلقت ليلة أمس أول رحلة مبرمجة للحجاج الميامين من مطار الشيخ محمد بالكبير بولاية أدرار باتجاه البقاع المقدسة، حيث تم إحصاء 1070 حاج هذا الموسم بين ولايتي تيميمون وأدرار موزعين على 4 رحلات للجوية الجزائرية. هذا وقد تم توديع الحجاج من قبل أهاليهم إلى جانب السلطات الولائية وسط ظروف مريحة للحجاج وإجراءات تنظيمية محكمة. تغطية لليمين بالعلمي. الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للخير إن شاء الله ويعينكم عليه إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجعلكم مفتاح لك كل خير ويحقق لكم الأمنيات إن شاء الله ويبارك في أعماركم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا الجزائر، وأن يحفظ أمنها وشعبها، وأن يحفظ رئيسها وأمنها، وأن يحفظ الشعب الجزائري كافة. إن شاء الله أنا قزم بيت الله الحرام، نقضي حوايجنا بمقصودنا، نشعل المسلمين كامل يا مولانا، نجي فاتحة الخير، فتح باب الكون يا كريم عجل، بس الخير رزق من وعد الحيتان. الله يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، ويوفق الجزائر كلها للخير، ويدير لنا ولهم تسير الخير. نودي أول رحلة لحجاجنا الميامين، يعلم الجميع بأن ولاية أدرار وولاية تيميمون يعني فيها عدد حجاج يقدر ب 1070 حاج، وزعت على 4 رحلات.